يا جماعة كان تحت هنا بقى نفسه بالظبط نفس الموقع القديم تحت تحت حوالي بقى 20 متر بس هو تحت شفت دي كده بس هو رفع بس عشان المية بس هو موقع القصر تحت هو تحت شفت كده السيكوالز ده يعني تحت بالظبط شبهها قصدي الطلعه اللي من جنب دي كده هيغير العمله هيخليها تبقى علامات جديدة بقى مش هتلاقي مثلا ابو الهول على ال هيغير ده من فترة قبل